ان روسيا قربت. شايف موسكو امامي في هذه اللقطه. شدوا حيلكوا كمان زياده شويه، فات سنين كتير مش باين الا قليل والفرحه جايه. ننسى اي منافسه بينا لان اسم مصر اكبر الفريق بسهوله يكسب لما نصدق انه يقدر. عمرك شفت حلم بيحلم بيه 90 مليون؟ طب عمرك شفت حد ساكت لما مصر جابت جول؟ مكسب ايه وفوز ده ايه؟ لو بتتفرج لوحدك انزل لف في الشوارع شجع وافرح وسط اهلك. زحمه على الاهالي وفي البيوت وصوت الماتش والسد العالي لسه عالي لسه زي ما هو وحش. هيلا هوب هيلا هوب كل الناس بتقول يا رب طول ما احنا مع بعض دايما سهل نعدي اي صعب. هيلا هوب هيلا هوب كل الناس بتقول يا رب. هيلا هوب هيلا هوب كل الناس بتقول يا رب. وراجعين وراجعين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم تاريخي في استاد الأهلي وكل الناس بتقول يا رب. ربنا واحد وحلمنا واحد. 104 مليون مصري ينتظروا هذه اللحظة بقالنا 27 سنة من مونديال 90 حتى الآن. مصر لم تتأهل إلى كأس العالم، وحتى لغاية بداية اللقاء ونهايته مصر لم تتأهل رسميا، ولكن كل الناس بتقول يا رب. الكل يتمنى، الكل يأمل، الكل يدعو، أماني وأمنيات، والكل في حاجة واحدة بس، يا رب نفرح، يا رب نفرح، يا رب إن شاء الله تكلل جهود كل اللعيبة، كل الجهاز الفني، كل القائمين على الكرة في مصر، كل دعاء الملايين والملايين. الناس عايزة تفرح، بقالنا من 2011 حتى الآن الناس عايزة تفرح، بتجري ولا الفرحة، بتضحك على نفسها في أوقات عشان تحس بالفرحة، ولكن الكل عايز يفرح. كرة القدم هي المتنفس الوحيد للشعب المصري. الشعب المصري شعب بيحب الكورة، بيعشق الكورة، بدمه كله كورة، بيحب كل حاجة فيها كورة، بيشجع كورة في كل مكان في العالم، عارف كورة فين في كل حتة، وعايز يتأهل زي ما غيره اتأهل. ومن حقه، 104 مليون مواطن من حقه ان هو يكون في كاس العالم. حضارة 7000 سنة من حقها انها تكون في كاس العالم، وده حق اصيل ومشروع لكل مواطن مصري محتاج ان هو يشوف بلده في كاس العالم ان شاء الله النهاردة ان شاء الله وبإذن الله. بعد صافرة الحكم بانتهاء المباراة نكون احنا متأهلين رسميا الى كأس العالم. حضراتكم تشوفوا الجمهور من بداية اليوم، الكل الكل حتى في الشارع
بيقول يا رب الناس في مدرجات برج العرب لو شفتوا المنظر، المنظر الجمالي، جمهور الكوره عايزه جمهور، الكوره عايزه جمهور، الكل محتشد داخل ملعب برج العرب وفي كل حته والله، واحنا جايين حتى في الطريق الى الاستوديوهات كل واحد انت شايفه حتى لو انت مش عارفه بيتكلم معاك يقول لك يا رب هنعملها النهارده. هذا هو السؤال، سؤال بقاله كتير، بقاله 27 سنه محتاج اجابه، ان شاء الله تكون اجابته النهارده على ارجل ابطالنا 11 بطل 11 مقاتل النهارده، مباراه لاعبين، مباراه التحفيز، مباراه الجمهور، مباراه الفرص الواحده، محتاج ان انت تكون قدامك هدف، هدف التاهل لكاس العالم، محتاج ان انت تكون قدامك 104 مليون واحد مستني الفرحه، مستني يضحك، مستني انه يفخر ان فريقه في ومنتخبه بيمثله في كاس العالم. احنا يا جماعه لما بنشوف علم مصر بتبقى بالنسبه لنا حاجه كبيره، لما بتسمع السلام الوطني لمصر بتبقى بالنسبه لك حاجه كبيره، فما بالك لما تشوف منتخبنا في كاس العالم والسلام الوطني ده. دلوقتي امام حضراتكم ابطالنا ان شاء الله بيتحركوا لملعب المباراه في برج العرب من معسكر الاقامه، شايفين قد ايه التركيز، الناس حاسه، اللعيبه حاسه، كل تصريحاتهم حاسين قد ايه، الناس كلها منتظره منهم الـ 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 النتيجه النهارده ان شاء الله بالتاهل. هتلاقي في تركيز، هتلاقي في تحفيز، هتلاقي الناس بتتنهد، سعد سمير وهو طالع الاتوبيس خد تنيده بتبين لك مدى قوة المباراة بالنسبة له من الناحية النفسية، تنهيدة أمل، تنهيدة أماني، تنهيدة دعوة، تنهيدة عبء تقيل جدا، إن شاء الله تتفرق طاقات داخل أرض برج العرب، وإن شاء الله مع دعوات الملايين والملايين النهاية تكون التأهل إلى كأس العالم. كنت بقول لحضراتكم إن بس يتعزف السلام الوطني في كأس العالم في روسيا إن شاء الله بإذن الله دي حاجة كبيرة، إن أنت تكون علم بلدك وسط ال 32 منتخب اللي موجودين في كاس العالم، دي حاجه كبيره. مصر قد انها تكون في كاس العالم وقد انها تتاهل، كنا قريبين كتير، ولكن ربنا لم ياذن ان شاء الله بكل الظروف المحيطه وبتعادل اللي شفناه امام اوغندا وغانا في الامس في كامبالا عاصمه اوغندا، ان شاء الله يكون الحافز. ادي عبد الله السعيد، محمد النني وبقيه اللاعبين، رامي ربيعه، نجوم منتخب مصر النهارده ورجالتنا وراه تريزيجيه، والكل الكل مركز، الكل متحفز، الناس ديت مش محتاجه شحن اكتر من كده، هو كفايه منظر الجمهور لوحده، اكيد هم حاسين وعايشين الفتره، في منهم عنده خبرات في التصفيات كتير، منهم ابرزهم عصام الحضري شارك في اكثر من تصفيات لكاس العالم وحاسس وعارف يعني ايه انه يبقى كابتن منتخب مصر في كاس العالم. كل الجيل التسعين العظيم اللي شرفونا هناك حتى الآن عارفين قيمة يعني إيه إن أنا أكون بمثل مصر في كأس العالم، وإن شاء الله هيتضاف لاستوديو استاد الأهلي الخاص بلقاء منتخب مصر أمام الكونغو في تصفيات كأس العالم الجولة قبل الأخيرة. واحد من النجوم الكبار كابتن ماهر همام، واحد من نجوم النادي الأهلي ومن الناس اللي أيضا مثلت منتخب مصر، وأيضا كابتن مصر والنادي الأهلي كابتن أرابع أو أسامة عرابي من اللعيبة اللي خاضت هذه التجربة من قبل و كان ربنا كاتب له ان هو يلعب كاس عالم، ويعني ايه كاس عالم هنتكلم معاه في كل هذه الامور. شايفين حضراتكم الصوره بتعبر عن نفسها، الصوره بتتحدث، الشعب المصري لما بيحس ان مصر محتاجاه اول واحد بيلبي النداء، الشعب المصري عايز يفرح، الشعب المصري يبحث عن الفرحه. النهارده ما حدش هيتكلم على الاداء، ما حدش هيتكلم عن الطريقه، ما حدش هيتكلم عن اي حاجه، كل عايز يتكلم احنا رحنا المونديال، ما حدش عايز يتكلم على اي حاجه غير احنا رحنا المونديال، محدش هيكلم مين يلعب ولا مين هيجيب الجون. النهارده لقاء خارج التاكتكس، لقاء خارج التشكيل، لقاء خارج طريقه اللعب، النهارده اللقاء مين ان شاء الله هيدخلنا الى المونديال، كل هذه الامور هنتحدث فيها. هطلع فاصل استقبل ضيوفي الكبار وارجع واكمل كلام مع حضراتكم، يعني حتى الحماس داخل معانا جوه الاستوديو، الناس هنا عايزه تنزل تلعب ليه منتخب مصر عشان مصر تبقى في المونديال بإذن الله. نطلع فاصل ما تروحوش بعيد، منتخبنا إن شاء الله حديد في حديد. وانطلاقة الجماهير العظيمة
أنا عشان أقول اللي روسيا قربت، شايف موسكو أمامي في هذه اللقطة.